السلام عليكم إلى كل الأخوة الأعزاء وإلى كل الشعب العراقي في كل أنحاء العراق. طبعاً تضامناً واعتزازاً على ما صار في فاجعة البارحة في زاخو، ضامنا وبها لبس العلم العراقي حباً وإجلالاً إلى شهداء العراق وإلى ضحايا يوم أمس. طبعاً إحنا كنا منضمين قلب وقالباً، وإحنا بحاجة إلى أفعال سريعة يكون الرد بها مناسب لهيك أفعال حتى مرة ثانية ما تتكرر. من عاصمة تقليم كردستان أربيل وبزينا وزيد آبائنا وأجدادنا مضامنين بقلوب شعب تقليم كردستان إلى كل مع كل أخواننا في محافظات العراق، وهذا العراق أجمل في كل الحزن والفرح إن شاء الله، قلوب وحدة وإيد وحدة، ونتمنى من كل القادة في هذا البلد أن يتعظوا من هذه المواقف وأن يأخذوا مواقف صارمة أمام كل الأعداء الذين يخترقون السيادة العراقية. ومثل ما لاحظنا الكل الضامن في كل محافظات العراق من الجنوب إلى الشمال، والمواقف الجميلة من شباب العراق الأبطال دوما سباقة بهيج مواقف حلوة، دوما الصوت الشارع العراقي يندد ويعلى فوق الكل وفوق كل من يريد تفرقة الشعب العراقي. وإن شاء الله أبواب أقليم كردستان دائما مفتوحة أمامكم، ونحن أخوة وإن شاء الله ما راح يفرقنا شيء، ونبقى هكذا بيد واحدة والعراق بحزن واحد، العين تدمع والقلب ينزف في أي كل أنحاء العراق يتضامنون بالحزن والفرح دوما إن شاء الله. المواقف هذه واليد الوحدة نراها بكل المواقف التي تمر على شعبنا العظيم وعلى عراقنا العظيم والعراق الجريح. لكم من التحية والسلام.